تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بدأت اللجنة المنظمة تحضيراتها لاستضافة بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي للعام الخامس على التوالي، التي من المتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم. تستعد مملكة البحرين لاستضافة بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي للعام الخامس على التوالي، وذلك في يوم السابع من ديسمبر القادم 2019. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أكد أن الرعاية التي تحظى بها رياضة الترايثلون من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لها انعكاسات كبيرة على نجاح البطولة طوال السنوات الماضية، فضلا عن الدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا سموه إلى أن هذه الرعاية والدعم سيساهم بتحقيق كامل النجاح للبطولة. وأضاف سموه أن المشاركة الواسعة التي شهدتها البطولة في النسخة السابقة تعطي اللجنة الحافز الكبير لمواصلة تحقيق النجاح وعكس الصورة المشرقة لرياضة الترايثلون في الشرق الأوسط وتحديدا في المملكة التي أصبحت وجهة لاستضافة البطولات، معربا سموه عن بالغ سعادته بالمشاركة الواسعة التي شهدتها في العام الماضي. رياضة الرجل الحديدي ساهمت في توسيع الرياضة والترويج لمملكة البحرين والتشجيع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط في المجتمع، حيث أن النسخة السابقة شهدت مشاركة واسعة من الجنسين، فالنجاح الباهر الذي شهدته البطولة طوال السنوات الماضية أعطى اللجنة المنظمة الحافز الكبير لعكس الصورة المشرقة للتطور الذي شهدته هذه الرياضة من خلال تحقيق العديد من الإنجازات عبر المتسابقين البحرينيين وانعكاس ذلك على المشاركة الخارجية. فهذا السباق أكثر من مجرد حدث رياضي، فالترايثلون هي واحدة من الرياضات القليلة التي يتنافس فيها المحترفون جنبا إلى جنب مع الرياضيين الهواة، حيث يسعون نحو الهدف وبنفس التحديات. كما وتتميز بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي البحرين بتوفير مقاعد تؤهل لبطولة العالم للرجل الحديدي القادمة.